السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شيوة جديدة من شيوات أم شمس. كنتمنى دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نقترح عليكم أننا نحضروا مع بعض طبق التقلية المعروف عندنا في المغرب، يعني بطريقتي إن شاء الله، طريقة اللي كيجي صراحة بها هاد التقلية الجيدة بزاف، كتجي كما كتشوفوا مريقتها اللي واقفه، وكذلك واحد اللذه اللي هائله اللي كنتمنى دائما انكم تجربوها. ودائما الى عجبتكم لا فيديو فما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله وفي مواقعكم التواصليه باش تعمل فائده. وكذلك اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه وتكتشفوها فمرحبا بكم بالاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب، كذلك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. فبالنسبه للتقليه ديالتنا اليوم ولا الطبق اللي غنقترح عليكم اليوم اللي كيجي صراحه جديد هو من الاطباق المشهوره في العيد الكبير، فبلا ما نطول عليكم دائما نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو ديال التقليه ديالنا، غنحتاجو بصله وحده متوسطه مقطعه مربعات اولا مشلضه، حبه وحده ديال المطيشه محكوكه من الاحسن تكون حمراء، معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، معلقه صغيره ديال الكركم اولا الخرقوم، نص معلقه ديال سكنجبير، ربع معلقه ديال الابزار، جوج فصوصه ديال الثوم محكوكين ولا كانوا صغار فعملوا ثلاثه، معلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره الحلوه، معلقه عفوا صغيره ديال الكمون، وشويه ديال المعدنوس مقطع رقيق، وربع مصيره كما شفتوا. هذا هو المصير اللي كنت عملت معكم، غتلقاو رابط الوصفه ديالو في صندوق الوصف. وغنحتاجو كذلك زيت الزيتون، ممكن انكم تعملوا زيت نباتيه اولا تخلطوا خليط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه. وغادي نحتاج ايضا واحد الكاس ديال الزيتون، بالنسبه لهاد الوصفه هادي نحتاجو كاس ديال الزيتون، وهذا هو المصير اللي كنت عملت معكم، هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيكون، يعني فاش كيوجد كيولي على هاد الشكل، هذا كيولي معسل وباش ما قدام، يعني كيدي حتى لثلاث سنين ما كيوقع به حتى شي حاجه، كناخذ منه بكل سهوله وكيبقى رائع كما شفتوا، كيولي هذاك السائل بحال العسل كيشهي صراحه. وغنحتاجو بطبيعه الحال التقليه اللي مغسوله كما شفتوا معايا في فيديوهات سابقه. بالنسبه لطريقه التحضير فغناخذ الكوكوط ديالنا دائما غنعملو فيها التقليه ديالنا بهذا الشكل كما شفتوا معايا، فضروري تكون مغسوله مزيان، وانا صراحه من بعد ما كنغسل التقليه جيدا فضروري كنعمل لها الخل والملحه وكنعاود نغسلها جوج حتى ثلاثه الخطرات، عاد من بعد كنشللها مزيان وكنخليها تستقطر. فهاد الطريقه كتخلي يعني التقليه تبنينه وتطيب بسرعه. غادي نضيفوا هنا البصل كيف ما شفتوا معايا، فانا كما شفتوا ما كنشحرش في الاول، يعني كل شيء كنعملو على بارد. غادي نعمل المعدنوس مقطع رقيق، وغادي نضيف الابزار، ربع معلقه الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه سكنجبير، فصوصه ديال الثوم، تحميره معلقه صغيره، القزبر يابس مطحون، والكركم اولا الخرقوم. وغادي نضيف هاد ربع مصيره، يعني نقطعوه رقيق باش كيدوب مع التقليه، يعني ما كيبانش، كتجي داك الملوحه ديالو كلشي ولكن هو ما كيبانش، فانا تنقطع اللب ديالو وغنقطع كذلك القشره. فكما شفتوا الوصفه ما ذكرتش فيها الملحه لاننا غادي نستعملوا المصير وكذلك الزيتون، وكذلك ان هاد الكرشه وهاد التقليه ديالنا فغسلناها مزيان بالملح وغسلناها من بعد بالماء العادي، ولكن يعني راه كتبقى نسبه الملوحه يعني بلا ما تضيفوا الملحه. غنضيف انا الزيت كيف ما شفتوا معايا، وغادي نشحر هاد الخليط هذا مزيان، يعني حتى كيبان ليا التقليه ديالنا كتاخذ جميع التوابل وكتشرب جميع التوابل. عاد ديك الساعه نكملوا الوصفه، فكنبقى نحرك فيها مره على مره بحال هكا حتى كتبان ليا تشربات التوابل كامله على هذا الشكل هذا. فانا بالنسبه للتقليه فعملت فيها الكرشه مقطعه، عملت الريه كذلك مقطعه، عملت طريفات ديال الحيمه مقطعين، عملت دوك المصيرنات اللي كيكونوا شويه غلاط مقطعين من بعد ما غسلناهم طبيعه الحال مزيان كذلك.
غادي نضيف دابا مطيشه. فبالنسبه للوصفه ممكن انكم تعملوا فيها مطيشه الحك، انا صراحه ما كنعملهاش، كنكتفي بهاد مطيشه، فما كتبانش فاش كطيب لينا تقليه، وكتعطي الختوريه والبنه ديال بنه هائله في هاد الكرشه، في هاد عفوا هاد التقليه هادي. فكما سبق وذكرت يعني عملوا فيها طريفات اللحم فكيجي مذاق ديالها احسن واحسن. دابا غنضيف كميه الماء اللي تكون ما كثيراش بزاف، يعني كي كتبان لي التقليه تغطات على هذا الشكل هذا صافي، كنحرك عليها شويه هكا وكنغطي عليها مزيان الكوكوط ديالنا، يعني نغطيوها جيدا ونخليوها على عافيه مهيله. ملي كتصفر كنقصوا عليها على عافيه مهيله حتى كطيب، عاد ديك الساعه نحلوا عليها الكوكوط ديالنا ونشوفوها الى بقى فيها الماء يعني بالزايد، فكنخليوها تشحر اولا داك الماء يشحت. يعني ما صراحه انا ما كيعجبونيش المريقات اللي كيكونوا شويه المرق كتير، يعني المرق ضروري يكون واقف مع الزويته فقط. كنعملوا دابا الصفاره ونخليوها تطيب مزيان مده من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. ملي كنفتحوا لها كنلقاو على هذا الشكل، راه هنا طابت، فقط الماء اللي زايد شي شويه، يعني ضروري غادي نضيف الزيتون في هذا في هذا الاثناء غنضيف الزيتون اللي بقى عندي، وغادي نشعل عليها ونعاود نجهد عليها النار في هذا الوقت هذا، غنجهد عليها النار ونخليها حتى كتشحت وكتشرب وداك الماء اللي زايد كيتبخر على ما كيطيب نيت فيه الزيتون ديالنا، ونقدموها ان شاء الله تشوفوها كيفاش غادي تكون. فهنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما شحتات، يعني داك الماء اللي زايد تبخر، فكتولي عندنا المريقه خاطره على هذا الشكل هكا. هنا صافي راه طابت مزيان وتبخر داك الماء جيدا، ودابا غادي نقدمها لكم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى انها تنال الاستحسان ديالكم، فكنزينوها طريفات ديال المصيره ولا الحامض المرقد اللي كنت يعني درجت معكم في القناه. صراحه كيجي هائل هائل بزاف، والمذاق ديالو فما كيتوصفش، يعني ماشي بحال اللي كناخذو من على برا اولا. هذيك وصفه يعني قدمتها لكم، فكنتمنى انكم تجربوها لانها كتجي صراحه كتفيدنا بزاف. هذاك الحامض المصير وكنلقاوه متوفر في البيت مده ديال يعني طويله بزاف، عام عامين ثلاث سنين، فكنتهناو من هاد التوجد ديال هاد الاشياء هادي. فنتمنى الوصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم واعجابكم، ودائما تجربوها، ما تبخلوش علينا باللايك وكومونتير. والى وصفه مقبله باذن الله، كنت معكم ام شمس والى اللقاء.